يصعب التصديق أن طريقا كان يمر من هنا. ابتلعت المياه طرقا وكل ما كان عليها، دخلت المنازل وأخرجت سكانها، واضطر هؤلاء إلى التأقلم مع الوضع الجديد. الغالبية هنا لم تعرف هذا المشهد من قبل، فهذه الفيضانات هي الأكبر منذ 100 عام وأكثر. مدينة نمور جنوب باريس أخليت بالكامل من سكانها، طواقم الإغاثة أنهكت في نقل المنكوبين إلى أماكن آمنة وسط تحذيرات من عواصف قادمة. في باريس اضطرت البلدية إلى إغلاق الطرق المحاذية لنهر السن، توقفت الرحلات النهرية فلم تعد القوارب تستطيع المرور تحت الجسور، كما أخليت أسر تسكن في قوارب راسية هنا. لي أصدقاء يسكنون في قارب وطلب منهم المغادرة. هذا المشهد جميل لكنه مؤسف. أعتقد أن السلطات ستغلق المناطق المحيطة، فمستوى المياه سيرتفع بالتأكيد. ارتفع مستوى المياه كثيرا، وارتديت ثيابا وأحذية مطرية استعدادا لعواصف محتملة. أما هذا التمثال المتكئ على جسر ألما فشهرته تأتي من كونه بات مقياسا لمستوى المياه في السن، فإن كان عاديا أو منخفضا يمكن رؤية التمثال بالكامل، والقلق الآن من أن يغرق التمثال حتى أذنيه كما جرى منذ 100 عام. دعت السلطات الفرنسية الباريسيين والزائرين إلى توخي الحذر لدى الاقتراب من ضفاف السن، فمستوى المياه في هذا النهر سيرتفع أكثر في الأيام المقبلة مع استمرار هطول المطر. عز غريب، سكاي نيوز عربية، باريس.